شيريين ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. اليوم فيديو فلوغ فيديو جديد بغيت نشارك معكم في اخر مشتريات ديالي. اليوم عندي غير نهار ديال لا ليفريزون دابا ديجا دايوغ رانا في الطريق غادي نمشي نجيب دي كولي اللي يلاه وصلوني غادي نوريكم اشنو شريت وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. المهم شي حاجه لينا طوندونس اي توت الوغ غادي تجيني الكولي وحده اخرى للدار فوالا دونك ما غاديش نزيد نطول عليكم غنقول لكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. اليوم راه الجو مشمش ومهم الدنيا زوينه خليكم معايا توت الوغ. كوكو مهم جي ريكوبيري الكولي ديالي راه ثقيله وشي كلاوزا. المهم جيت ليها لهذا المحل هذا فين خديتها هو اللي كان قريب ليا دونك فوالا شوفوا الكولي قداش غنمشي للدار ونوريكم اشنو وصل هذا الكولي. جلمي دون ل جلمي لا. المهم انا دخلت للدار حليت الكولي يلا لقيتوني حليت غير هادي اول بير دو باسكيت. صراحه انايا كومونديت غير دي باسكيت. هاد السيت هذاك لا غوزا ما عندهمش الحوايج يعني عندهم غير لي شوسيغ لي بوت المهم غير الاحذيه كما كنقولوا غير بالنسبه ما تلبسي في رجليك. اول بير دو باسكيت هي هادي. المهم خليو ليا في التعاليق واش عجبكم اللوغو ديالي ولا لا. المهم كتجي على هاد الشكل بحال الجلد وفيها هاد لي في هاد الموتيف بحال ما هكا. المهم كتجي بحال ما هكا على هاد الشكل. غادي نقيسهم في الاخر باش عجبوني باللي عندهم لا سومال. المهم فهمتوني السومال ديالهم عاليه. هنا غادي نوريكم. المهم كتجي الكولي بحال ما هكا وهنا كاينه لادريس ديالي داكشي. غير واحد الحاجه اللي ما فهمتش المهم صراحه باقي ما شفتش في الاخرين. واحد الحاجه اللي ما فهمتش هي ما كانوا فيها القواعط هنايا حيدتهم ولاني ديك القضيه ديال لومبالاج المهم شي ورقه ولا شي حاجه بيان اونبالي ما كاينش. وحتى الكارطونات اللي جاني فيها العجب مشرقين يعني داك الشيء سواقي سواقي فهمتوا يعني كارطونه عاديه وهنايا كانت مشرقه. غادي نشوف الاخرين. المهم هذه بانت ليا ديجا هي محلوله. هذه ما فهمتش هذه اختاروا البواطا غوز حيت اختاريت انا الباسكيت غوز داروا بواطا غوز. اوه شوفوا مشرقه هذه كاع كلها. المهم حتى هذه لقيتها لا ميم شوز يعني فيها غير القاعط من الداخل ولكني ماشي بيان اونبالي ولا فهمتوني حيت السيت منين كتشري وكتقولوا ما كتخيلوش غادي توصلكم بهذا يعني لومبالاج بحال هكا سواقي. وهذه هي لا دوزيام بير اللي اختاريت الصراحه عجبتني بزاف كما كتشوفوا هنايا في الظلام اولا في الليل ملي كتكونوا لابسينها كيضرب فيكم الضو بحال ما هكا اراكم من بعيد كتبان اليوم من بعيد ضربك الضو. المهم حتى هذه لا شمال ديالها بحال ما هكا ما عرفت شنو طالق فيها شي حاجه زرقاء فوالا دونك كيجي على هاد الشكل. هادي صراحه فكرت غادي نلبسها مع واحد لا غوب عندي في الغوز. هاد الستيل هذا يعني كيتماشى مع كلشي تقدري تلبسيه مع دي جوب تقدري تلبسيه مع دي بونطالون دي جين اللي كان. ولو نوار انا اختاريته الصراحه حيت كيتماشى مع كلشي المهم اي لون كنتي لابسه. هادي بانت ليا بعدا كاين اونبالي يعني مهم لولا تاهي. غادي نجبد ليكم فوالا اي فوالا لا ديغنييغ بير. هادي اونبالي ديجا شتو. المهم مفهمتش الاخرين علاش لا. وهادي هادي هي لا ثوازيام بير باسكيت اللي اختاريت كتجي على هاد الشكل حتى هي كيضرب فيها الضو في الليل. جيسبيغ تكون كتبان لكم لا كاليتي مزيانه. انا غادي نقيسهم
باش نشوف. هي بعدا كاين اول ملاحظه خفافين يعني زوينين، ماشي دوك لي باسكيت اللي تقال بحال التروطوار. انتي كتجري و انتي كتجري رجليك غير بزز. المهم غادي نحاول نجرب هادي، هادي اللي عيني فيها من كبيره. فهمتوا شي حاجه؟ ديك القضيه ديال راه نتوما كتشريو، راه نتوما شريتو بلوزيوغ، ولكن شي وحده كتكون الكود كور زعما كتكون مفضله عندك حسن من الاخرين ولا الشاريه الاخرين. دابا انا كل مره كطرى ليا نفس الحاجه، يعني كنشري بزاف الحوايج ولا اني حاجه فيهم اللي كتكون عزيزه عليا بزاف ولا قريبه لقلبي. المهم شوفوا كيفاش كتجي. واو صراحه خفيفه زوينه حتى من الداخل رطبه. المهم انا راه رجلي كبارين، انا راه 40 41 ولاني الاكثريه 41. هادو كنت سمعت وحده قالت لك الا كنتي كتلبسي مثلا نورمالمون راه كنلبس 40 41. غير كنت سمعت وحده كانت هضرات على هاد السيت، قالت مثلا الا كنتو كتلبسوا 41 خذوا ديما طاي صغيره، يعني 41 انا خاصني ناخذ غير 40. و سي فغي يعني انا هادو خديت غير 40 وجاتني مزيانه هي هادي كون ديغي بحال الا 41. فوالا دونك هادي صراحه زوينه. غادي نقيس حتى هادي اللي قلت لكم فوالا. بعدا كاين هادي واحد الفرق كنحس بيه ديريكت، هادي عاليه على هادي. فوالا دونك هادي عاليه عليا صغيره نوار شتو. المهم راه كتبان ديجا دلا سيميل عارضه الى الاخرى. فوالا دونك هادو هما المشتريات ديالي من كلاغوزا. سينو راه وصلني قبيله ميساج، الكولي الاخرى الحاجه الاخرى اللي مكومونديا راه غادي توصلني من دابا لساعه. خليكم معايا ونوريكم اشنو وصلني مازال. دابا هنا البنات غادي نحل معاكم هاد يلا جاتني هاد الكولي. دونك انا شاكه في واحد الحاجه غادي نخليكم تشوفوها معايا. هذا المهم ما نبغيتش نشرق هنايا، الله نصدق نرجع ليهم الكولي الا كانت ماشي تاليه ولا شي حاجه ماشي هي اللي كنت طالبه. او موا يكون عندي بعدا كاين النيميرو ولا الكود ديال لا ليفريزون. المهم دوك المعلومات غادي نحاول هيا. دونك فوالا كنت كومونديت هاد الكولي اللي غزاله غزاله من لو سيت شوغون بريفي. المهم هما راه هاد لا مارك هادي لانستون دور، وكان عندهم هاد الكولي اللي الصراحه عجبني بزاف، غادي نوريه لكم وغادي نقيسو لكم. فوالا دونك كان بواحد الثمن مناسب بالنسبه للجوده ديالو اولا لا كاليتي ديالو، غزال 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 البنات. شوفوا بعدا كاين راه ديجا كيبري. المهم هو كيجي كولي بحال ما هكا عرفت ما مخبل اللي غادي نحلو نمشي نقيسو باش نبينو ليكم احسن اكثر بحال ما هكا. وكيجي هذا هو البوندونتيف ديالو. دونك فوالا البنات انا قيسته بلاتي ما كتبانش هكا مزيان، بلاتي نوريكم. فوالا كتبري زوينه هي بالنقره ماشي بالذهب، ولكن هاد لا غام ولا هاد الماركه ديالهم كيديروا حتى زعما كاين حتى الذهب. المهم راه ماشي اشهار، راه شريتها بفلوسي. وانا اصلا كيعجبني داك لو سيت شوغون بريفي، كنلقى فيه جي ميزات زوينين اون بلوس. كانت هادي اون برومو شوفوا كي دايره، ما باقي فلوس شويه. دونك فوالا باش نبدل الستيل بحال ما هكا. هذه الصراحه مهم انا بالنسبه ليا ما كتجينيش ديال تو لي جوغ تو لي جوغ، سينو غادي ننسق معاها واحد لي بوكل دوغاي اللي عندي بحال ما هكا غير صغيورين بحال هاد البوله الصغيره اللي كتبري صافي. وها هو لونسومبل ديالي. دونك فوالا
هذه هي الحاجة اللي كنت كنتمنى اليوم توصلت بها. صراحة زوينة عجبتني، غير ما كتبانش في الكاميرا بحال اللي كنشوفها انايا اون ديريكت. ودابا البنات غادي نقول لكم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنساوش تخليوا ليا دي لايك الى عجبكم الفيديو.